لعيبه. هنصلي كتير وهندعي أيوة. كتير وهن لعيبه هم هناك انت بتتكلم على اللعيبه، انا فاكر على الجمهور. لا هم احنا ورانا حاجه غير ان نصلي وندعي، ما عندناش حاجه ثانيه نعملها. هو ده مهم جدا، ما عندناش حاجه ثانيه. وقيام ليل النهارده ده مهم جدا، قيام ليل وكل حاجه النهارده، خصوصا ان الايام دي مفترضه. ده لازم. لا السنغال محتاجه شغل كتير. السنغال ما هو السنغال خلينا برضه بيصلوا يعني برضه صحيح ده برضه نفس الكلام ده، ربنا يستر بقى. لا هو كلعيبه بكره قبل المباراه لا يعني من دلوقتي قاعدين بيعملوا ايه؟ يعني دلوقتي ناموا مثلا، هيصحى من النوم يعمل ايه؟ الدنيا تمشي ازاي؟ يعني هيبقى عندهم البرنامج اليومي العادي، هيبقى عندهم فطار، هيبقى عندهم محاضره، هيبقى عندهم غدا، هيبقى عندهم قعده اكيد مع اللعيبه بعد، يعني اللعيبه مع بعضها بعد ما الجهاز الفني بيتكلم، وهم مقدرين وحاسين بالمسؤوليه. انا لسه من شويه كنت ببعت لتريزيجيه فبقول له شد حيلك بكره بالتوفيق ربنا يوفقك. قال لي كابتن ان شاء الله بكره هنفرح مصر، يعني صريحه كده. فقلت له ربنا يكرم ان شاء الله وربنا يبعدك عن شر الاصابات، لان تريزيجيه انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهاري طبعا. تريزيجيه يمكن اول حوار تلفزيوني كان معايا هنا في قناه الاهلي كان لسه صغير انا لازم اقول الموضوع ده كل شويه. تريزيجيه لما جه في الاصابه الفتره الاخيره، فتريزيجيه مصنف من اللاعبين الدوليين الكبار في مصر طبعا، يعني اما كانش نمره واحد يعني بعد محمد صلاح واحد او اتنين يبقى لا طبعا هو نمره. فتريزيجيه كلمته عايزه يجي عندي ضيف هنا في البيت الكبير الحقيقه، فكلمته قال لي يا كابتن بتقولي انا جاي طبعا، فقلت له طيب تمام ايه؟ قال لي لا لا من غير ايه، ولا انا عندي جمهور الاهلي ده انت ما تعرفش جمهور الاهلي طبعا. فانا تريزيجيه جه وقعد حوالي 3-4 ساعات حاجه كده، كانت حلقه مميزه جدا. قعد وقت طويل جدا ومن غير ما ياخد ولا مليم طبعا، خلي بالك انت فاهم. طبعا إيه طبعا ما انا بقول لك، يعني هو طبعا بيكن بفضل كبير جدا للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، وطبعا بيحبك وبيحترمك كنجم سابق. انما برضو هو خلي بالك زي ما بقول لك، انا استضافته اول مره يتكلم في التلفزيون في حياته كان هنا في قناه الاهلي في برنامج نجوم بكره، كان لسه صغير كده ويمكن كلامه ما اختلفش، هو نفس طريقه الكلام، هو نفس الكلام، تريزيجيه ما بيتغيرش. ده اللي حببني في يعني تريزيجيه شخصيه مميزه جدا. لا شخصية مميزة جدا وجميل جدا. فبقول لك فالرسالة اللي هو وصلها لي ان ده كلامهم، ده كلام المعسكر، ده جو المعسكر، ده روح المعسكر، ان هم فعلا عايزين يفرحوا بكرة الجمهور المصري وحاسين بالمسؤولية وعارفين ان فعلا قيمة ان هم يوصلوا كأس العالم للمرة الرابعة وللمرة الثانية على التوالي، دي حاجة مهمة جدا. أخيرا لو عندك رسالة بتقولها للجهاز الفني قبل المباراة، للاعبين قبل، للجمهور قبل المباراة. طيب يعني هنبدأها للجهاز الفني. أنتوا اشتغلتوا الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا وده واضح، ويمكن من خلال اتصالاتي الدائمة بمحمد شوقي شايف كم الشغل اللي كانوا بيشتغلوه وكم التركيز اللي كانوا مركزينه الفتره اللي فاتت، وفعلا اديته اداء مبهر في كاس افريقيا وفي المباراه الاولى، وان شاء الله ربنا يتممها لكم على خير. فان شاء الله ربنا يوفقكم في التشكيل وفي التغييرات وفي التدخل وفي التركيز بشكل عام في المباراه ده للجهاز الفني. للاعبين مع ان هو يكمل بغض النظر عن النتيجه بكره ولا لا؟ ما انا هقول لك بعديها. ماشي اتفضل. بالنسبه للاعبين ربنا يوفقكم، ربنا يبعد عنكم الاول شر الاصابه وكلكم تبقوا سلام بعد المباراه، ونهنيكم بعد المباراه. مش عايزين اكتر من الروح والرجوله، والروح والرجوله بشكل كبير جدا يعني حاجه ايجابيه وحاجه ان شاء الله باذن الله توصلنا للحلم اللي احنا كلنا عايزينه، وهو ان احنا نوصل لكاس العالم. بالنسبه للجمهور محتاجين الدعوات، محتاجين الجمهور حاجتين، في جمهور هيبقى موجود هناك يشجعوا بشكل دائم ومستمر، ممكن يبقى صوتهم مش مسموع شويه وسط الجمهور السنغالي، انما اللعيبه المصريه هتحس بيهم، هتحس بيهم بالظبط. والجمهور اللي هنا طبعا يعني محتاجين ان احنا ندعي ونبقى على طول شغالين بالسبح، يعني كله ماسك السبحه والشاي جنبك وكل حاجه، انما السبحه مهمه جدا عشان ربنا يوفقنا. الجزء اللي له علاقه بهل يستمر في حاله الاخفاق ولا يمشي، النهارده في درس ايطالي كبير جدا من الاتحاد الايطالي اداه للجمهور المصري والاداره المصريه، وهو ان الاتحاد يعني طبعا مانشيني بعد ما تاهلوش المنتخب الايطالي وعلى يد فريق صغير مش فريق كبير بالظبط، وما راحش لكاس العالم ايطاليا للمره الثانيه على التوالي، ما راحش 2018 وما راحش 2022، ويمكن هم بطل اوروبا يعني عاملين اداء كبير جدا في اوروبا. النهارده بيدي درس بيقول ان انا بجدد الثقه ومانشيني مستمر برغم الاخفاق، لان ده مشروع بداناه وهو شايف نتاج المشروع.
دي كلمة مهمة، ده دي دي ده منشط نقدر نبني عليه. هل احنا شايفين والإدارة المصرية اللي موجودة شايفة ان 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 كيروش الفترة اللي تولاها قدم حاجة او عمل حاجة للكرة المصرية وللمنتخب المصري يقدر لو استمر وقت اطول ان هو يبني ويعمل شكل كويس؟ هم دول اللي يقدروا يجاوبوا على القرار، اتحاد الكرة هو اللي يقدر يجاوب على السؤال ده والتساؤل ده. انما انا شايف من وجهة نظري ان هو عامل اداء كويس جدا وبيشتغل بشكل قوي جدا، وانا اتمنى استمراريته مش ان هو بعد المباراه يمشي. ولكل المنتقدين بمناسبه مباراه ايطاليا ومقدونيا الشماليه، اللي اتفرج على هذه المباراه وشاف ارقام هذه المباراه يا وائل، طبعا ارقام هذه المباراه دي عامله ايه؟ يعني الكره